أكوامان ريفيو. فيلم أكوامان من بطولة جيسون موموا، أمبر هيرد، وإخراج جيمس وان. قصة الفيلم عن سوبر هيرو أبوه إنسان عادي وأمه ملكة أتلانتس، لازم يحارب أخوه ويحارب واحد ما يحبه، ويعني أفلام مع سوبر هيروز مال دي سي. هل هذا الفيلم راح ينقذ أفلام دي سي لو راح يغرقها بالزايد؟ الإيجابيات: الفيلم عبارة عن ملحمة كارتونية خيالية، ما أعرف شو أقول. الفيلم أبد ما يأخذ نفسه على محمل الجد، يعني أكو لقطات يطلع أخطبوط ديدوك دمبوك، يعني أكوامان أكيد ما راح يكون سيريس. فجيمس وان إخراج مالته كان مناسب جدا لهذا الفيلم. طبعا جيمس وان سوى أعتقد الجزء الخامس أو السادس ما أتذكر لفاست أند ذا فيوريوس، وأفلام رعب مشهورة مثل إنسيديوس وغيرها. جيسون موموا خلق على مود يمثل أكوامان، يعني ما راح أشوف أي أكوامان ثاني غير جيسون موموا، ومات الحركات مقلبويا أوبوي وما أدري شنو كل هالسوالف، يعني up to 11، وأكو لقطات فعلا يخليك تحس بي إنه هو شخصية حقيقية. وانسى السلبيات: أمبر هيرد برأيي كانت هي أضعف ممثلة بالفيلم كله، وكل ما تطلع على الشاشة كانت أحس إنه هي فعلا دا تمثل، ما حبيتها ولو الكوستيوم مالتها والحركات كانت حلوة. النص بمشكلة عملاقة، يعني كل ما يشافون اثنين هذا يقول له أقول لك أنت لازم تسوي هيك على مود يصير هيك، وإذا ما سويت هيك راح يصير هيك. لكن إخراج جيمس وان أنقذ هذا النص وسوالنا فيلم متميز جدا. روحوا شوفوا فيلم بالسينما، بس عرفوا انه هذا الفيلم عبارة عن ونسة بدون تفكير، يعني هو واحد يحكي ويا السمج اكيد راح يطلع كله كذب. الفيلم عالي صاخب، راح تطلع من السينما راسك هالكبرى، بس راح تتونس. تقييمي لهذا الفيلم 7/10. وبالنسبة لأفلام دي سي، أنا أشوف لحد الآن فيلم باتمان vs سوبرمان، وندر وومن، أكوامان، جاستس ليج، بعدين سوسايد سكواد اللي أصلاً ما أعتبره فيلم حلو. شنو رأيكم فيلم أكوامان؟ كتبوا لي بالكومنتات، ولا تنسون تسوون قلب اللي هو لايك أو ما أعرف شو.